السلام عليكم. ما قالوش لاباس بخير؟ تمام الحمد لله، الله يكبر بيك، مرحبا بيك. ربي يخليك. اللهم امين. مرحبا والف مرحبا، شكون معاه؟ هناء لايف. هناء لايف؟ انت اختي محمد فريدي؟ وي راه اختي المهم لايف. حسبت شي كنيسك لايف. لا هنا لايف. منين هنا؟ منين؟ حلاله. ولكن رجاويه. مرحبا بك الرجاويه. الله يكبر بك. شحال في عمرك هنا؟ عندي 22 عام. ها، ومن باغا ديري هاد التيست؟ باغا نديرو واحد السيد كنت جربتو دابا شي عام. ومهم السيد تابعني فريمون بزواج، انا وياه كيما كنقول انا وياه ماما ما كنتفاهموش بزاف الحوايج، مي اشاك فوا يعني كنحبسو ديك لا غولاسيون كيفاش هي لي زامي ديالو وداك. المهم كيحزروك زعما ولا شنو هو؟ السيد راه كيبكي عليك وراه داخل في ديبخيسيون على قبلك وبزاف ديال الحوايج. انا بغيت نعرف واش هادشي بصح ولا سيدي. لا انا نسولك واحد السؤال وجاوبيني باش نقول نجاوبك واش كيبغيك دير بصح ولا لا. واش عمرو بكى عليك؟ كيقولوا ما انا عمري ما شفت فاز، لكن كيقولوا لي راه كيبكي عليك وراه ما قدرش ينساك وبزاف، واشاك فوق كان بلوكي مثلا من نمره يمشي يراوس ماشي بعد نوامر يمشي كيجي يخدم راه ويجي يهضر معايا. ولا عمرو بكى عليك ابل؟ لا صراحه. شنو سميتو؟ حميد. ايوا يا حميد. حميد منين؟ من رباط. ها وشحال في عمرو؟ تقريبا عندو ديك 25 26. دابا انتي ما مخاصماش معاه مصالحه شي وياه؟ انا ما بقيتش كنهضر معاه، مي بغيت نتاكد. لا انا ما كنهضرش معاه، مي دابا شي ميم با شي ان زمان صافي لي واحد البنت كتهضر معايا اني ديالو كتقول لي عافاك يرجعي معاه وراه غادي يجي يحطكم من داركم ويجي لداركم وانا هنا انا وشي تهضرت معاه افكتيفمون، ولكن لقيت راسي فيك انا ما مرتاحاش، ولكن انا بغيت نتاكد وصافي. قالي لي النمره ديال حميد صفر. صفر ستة. كيقرا كيخدم غير الدار. يلا افتح لاسوسيتي ديالو دارنيغمون. قلت لك يلا كيفتح واحد لاسوسيتي ديالو سكسي. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا سي حميد هذا. مساء الخير. كي داير استاذ؟ الحمد لله. كي داير انت؟ لاباس عليك بخير الحمد لله. كلشي مزيان. العائله الاحوال ديالكم كلشي تمام؟ كلشي مزيان بارك الله. الله يطول لينا عمرك، نهار كبير هذا. كبير بك. الله يحفظك لينا. ياك ما مشغول غناخذو مخصك واحد دقيقه ولا جوج الا كان ممكن بطبيعه الحال. واخا ماشي مشكل. الله يطول لي عمرك. معايا حميد من مدينه الرباط، سن 25 سنه. مرحبا واهلا بك. قبل ما نقدم لك راسي بغيت نطرح لك واحد السؤال، واش سيادتكم كتصنت مره للراديو ولا والو؟ مره ماشي ديما بصراحه. اوكي مرحبا، نقدم لك راسي معك مصطفى طالونيش، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. انت حاليا دايز معنا على المباشر في الراديو على اثير يو ناو لموجة 96.04. جانا اتصال من عند واحد الانسه من مدينه الرباط كذلك، راه كتسمع حاليا في المكالمه، على ما قالت لنا بلي انت وياها كتجمعكم علاقه حب وبغات دير لك واحد سيربريز، وفي نفس الوقت عندها شي هضره في حقك وبغات تبوح لك بها من خلال البرنامج ديالنا. سي حميد انا غندوز عليك نستعد تهضر معها. اه
بلا شك كنظن راك عرفتيها شكون. بصراحة واحد البنت من مدينة الرباط، يلاه تعرفتي عليها غير في هذه الأشهر الأخيرة، على ما قالت لنا بلي أنت وياها كتجمعكم علاقة حب وعندها ليك واحد السيربخيز وفي نفس الوقت اعتراف بغات تبوح لك به من خلال البرنامج. صراحة نقول لك حارت والله. وي هنا أنا خليك معي شوف السيستم. لا البنت اللي اتصلت بينا ما سميتهاش هناء، سميتها حنا ما نقدرش نعطيك الاسم، داكشي علاش كنسولوك الايطاب الاولى هي هذه، ملي تعرف البنت هذا باش غادي ندوزوك على المباشر. حاليا دونك العلاقه اللي عندي معاها هي هناء، فهمتي؟ لا ماشي هناء اللي متصله بينا، هذه واحد البنت من الرباط يلا تعرفتي عليها غير في هذه الاشهر الاخيره، والشهر والشهرين والثلاث شهور، وعلى ما اظن في مواقع التواصل الاجتماعي او في الواقع هي ما بلاتي خليك معايا فاطمه الزهراء. تعرفتي عليها على ما اظن في مواقع التواصل الاجتماعي. يلا سولت الانسه اللي معنا في ليكيب. ما عرفتش. حاول تفكر حيت باغا ندير لك واحد السيربريز. حنا وطاقم برنامج في سمعنا وعجبنا الحال، فما بالو كان اللي انت المقصود اللي غتسمع. حاول تفكر بشوي عليك. واخا داكور. روعة. روعة. فعلا روعه اللي اتصلت بينا. بغيت نسولك واحد السؤال وما تكذبش السي حميد، انا حسيت بيك الاسم ديال هناء اللي عطيتيني في الاول انك شاك واش برنامج ولا شي حاجه وقلتيه، كاينه ولا لا؟ صح. سبحان الله. اوكي دونك قبل ما ندوز لك روعه، شنو بغيتي تقول لها ولا وصفها لي في كلمه؟ صراحه روعه ما عرفتش مؤخرا. اها يا واحد الانسان ظريف صراحه. اها صافي صراحه ما عرفتش شنو نقول. داك الشيء اللي كتحس به ما تقولش، داك الشيء اللي كتحس به قولو. دابا تخيل انك كتهضر معاها. جو سي با كوا دير والله. كتبغيها بصراحه؟ بصراحه بصراحه كتحس بشي حاجه، كتحس بشي حاجه زوينه من جهتها؟ صراحه لا. وشنو وشنو اللي كنت كنحس من جهتها هي انا؟ ولكن راه ماشي انا اللي متصله وقلت لك واش واقيلا انا شكيتي، قلتي لي راه ما شكيتش انا اللي كنت ديجا موعده بالزواج وشي مشاكل وتفارقنا. هكاك وروعه يلا تعرفتي عليها مؤخرا؟ مؤخرا روعه ما نقدرش نكذب عليها ونقول لها تنبغيك ولا شي حاجه، كنحاول انني نبدا معها صفحه جديده. دابا انا وياك بدينا كنتفاهم على الاساس ديال المشكل اللي واقع بيناتكم. هي اتصلت راهو على اتصلت وي على المشكل اللي واقع بيناتكم، واقع بيناتكم شي مشكل انت وياها؟ وي كان واقع شي مشكل بسبب الشك الغيره شي حاجه بحال هكا تقريبا. وي دونك شنو كتشوف من هنا لقدام في روعه؟ بصراحه كنت كنشوف فيها بزاف د الحوايج. اها يعني كنت بغيت نكمل معاها حياتي. دابا اللي نفترض دوك المشاكل اللي بينك وبينها ما بقاوش، شنو كتشوف في روعه؟ المشاكل اعتبرهم مثلا هذا غير على سبيل الى المشاكل اللي بينك وبينها ما بقاوش، شنو كتشوف في روعه؟ شوف فيها بزاف د الحوايج زوينين زعما. كتشوف فيها مثلا الزوجه المستقبليه؟ وا ديجا كنت قلتها لها. شحال باش تعرفتي عليها؟ شي 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 دوم ما باش تعرفش عليها. اوكي انا ندوزها لك. كي اوكي هنا الو. دابا واش بغيتي تبكي لنا السيد شنو؟ باينة غيبكي لنا هنا، غيقول لها بحال هذاك ديال البارح خوت والله ما نعاود قال لها. إذا خائنة خوت هنا راك يعرفها عام، وهذه شهرين كنتي معاها شي شهرين هادي؟ لا هذه شهرين كنتي معاه؟ لا دابا غا هضري، دابا غا هضري حتى انت ما راضياش. دابا هذه شهرين كنتي شوف اقسم بالله ما كنت معتي انا امتى تفرقنا، راه شحال هذه ولدي ما كيفكر كي صحابو، ودابا ميم با انسان صافي واحد واحد الراني ديالو عشيه سميتها كنصر كطلب وترغب. اسيما انا دابا اسيما يلاه. حميد هاي روعه دابا كتسمع ليك واخا دوز عليا
قبل ما تهضر معاك هي بغيتك توصفها ليا في كلمة 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 صراحة ما قدرتش نقول لك شي حاجة اللي ما تعجبني. ما تكفيكش كلمة في الوصف ديالها؟ والله ما شاء الله هضري معاه. الو السلام عليكم. الله عليك يا روعة، والله انت روعة. شكون روعة هادي؟ ها؟ انا انا واش مالك؟ انت يلاه سألت انا باش غريب وانا مسافتي انت وطلعت تطلب فيا دابا سيمانة واش ما كتمركش؟ ولكن راك انت اللي بعتي عليا. انا راه في الاول قلت لك تمشي باش لي هذا كيبكي قطع عليا. لا لا ما لقاش كيبكي ولكن مسكين واخا كتصدق ولكن راه بصح كتخليها بلاكا المس 61 ياك بلاتها وكيصوني بيني لينا باللي كاين كيبكي عليك كل اللي غنبلوكيك شي حاجه اللي كتبكي. اه الاول تسمعيني دابا دابا شوف شوف دابا ملي درتي هاد البلان غضرب عليا وضرب على الماتش وبقى تفكر حتى شي واحد يبيع عليا وقتي صافي وصافي خليك مع روعه ديالك اللي كتشوف مع لا دنيا ديالك. انا قلت لك كنتي الاولى هذيك الطروه. شوف شوف انا راه مستحشم تقارني بشي وحده باش ديرها في راسك روعه. شكون هادي شكون هادي شكون هضره هادي متعرفتيها؟ راه في الخدمة. في الخدمة كنا بنتلاطا كنا بنتلاطا كنا بنت الباترون. دابا شنو راه عريس؟ شوف شوف دابا بلاتي 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 واحد البيت ما تضيعش قال لك شنو روعة؟ لا ولي ما على الزواج قلتي لي شنو روعة؟ ولكن ابخي واش انت مكنتش مسوقه واش انت مبقاش مسوقه شنو غادي نكون مسوقه شي شنو باش ندير؟ مسوقه شكتك لي ديزاني ديالك فاطمه الزهراء دوزينا في الخط ديال هنا وحميد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو درتو؟ لا نعم السي حميد. نعم السي حميد. سمعتو هنا شنو وقع؟ وي سيدي لا ما تخليكش بلاكا ما عرفتش. لا دابا دابا يا اما غتعطيو الحب لبعضياتكم يكون حب متبادل واهتمام متبادل وتبغيو بعضياتكم يا اما عطيو لبعضياتكم اتساع. انا ديجا درت بغيتها وحتى بالزواج الانسان ما كيجيش شي واحد بالزواج والا كيبغي ديك الحاجه. وي
وقعوا شي بلانات بيناتنا، واحد ما تعطلت كنت باغي نمشي عند كنت ساكنة، وقعوا شي بلانات تعطلت تعصبات شي عصبية شوية صافي. يلا الله ي... الله ي... شنو دابا هنا؟ لا لا صافي عيطني تريكار نمشي عند روعة. لا دابا شنو 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 فينا؟ شوف حميد كتبغي كتبغي هنا كتبغي هنا ميسر الامور قادر انك تمشي لدارهم. انا نعطيوك كان جوج حتى الشهر، نعطيوك 15 يوم حتى الشهر مزيانه صافي داكو مزيانه. ايوا اش بغيتي هنا؟ اش بغيتي؟ انا حاليا كنت هضر في هاد الايام. ايوا يلا شنو بغيتي يا لاله هنا؟ عيطوا لي انتم فين غادي ديروا شي في الرباط؟ نعم غادي ديروا الخطبه في الرباط. انا ونحضر انا ونحضر. يلا الله يسعدكم في حياتكم. واش بغيتي هنا؟ ما خليك ما تقولي، ولكن بلاتي 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 طاحت عليا واحد الفكره، طاحت عليا واحد الفكره نحيد من وجهها الناميه. اسمعوا حميد، دابا خليت انا كتهضر مع البنت اللي معنا في ليكيب مع فاطمه الزهراء، قالت ليها باش غادي نوافق وقدامكم وقدام الناس اللي كيسمعوا يعطيكم النمره ديال روعه وتتصلوا بها. واش ما بينها وبين والو تقدر تعطينا النمره ديال روعه؟ روعه كتعرفتها انا. تقدر واش تقدر تعطي واش تقدر واش تقدر تعطينا النمره ديالها؟ اه نقدر نعطيها. راه علينا وخطا معايا معاك. أنا لقيت لك واحد الحل اللي غادي تنعسي بيه على جنب الراحة. تسمعني؟ وي سيدي كنسمعوك. صفر سبعة أيه صفر جوج أيه أيه 16. قول لي هي سميتها روعة منين؟ شنو مدينة؟ نعم روعة منين؟ روعة من وشحال في السن ديالها؟ شحال في السن ديالها؟ شحال في العمر ديالها؟ العمر ديالها عندها 23 عام. 23 عام يلا من هنا يا اما هنا غادي تبدل عليك السميه وغد هادي النمره ما خداماش ما خداماش. علاش عندك واحده اخرى معايا؟ لا ملي كان عندك واحده اخرى باينه غتكون اجل لهنا. تضحكي انا زيد 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 يا كايسوني كايسوني صح كلشي مزيان. الو السلام عليكم. وي السلام عليكم. اهلا وسهلا روعة. الحمد لله مساء الخير. لاباس عليك؟ بخير الله يطول عمرك. معايا روعة ياك؟ وي معاك معاك السي محمد السريري مقدم برنامج خطوة قبل الزواج. فايت لك مفرجة في البرنامج ديالنا، عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ خطوة قبل برنامج خطوة قبل الزواج. شنو هو البرنامج؟ روعة مدينة عرفتي؟ اوكي راه عام مدين 30 23 سنه. سولني علاش شكون كنبغي؟ اتصل بيا واحد السيد من الرباط. سميتو سفيان. الا كان شي واحد اخر راهي غاتسمى سفيان. صافي دابا ما نقدروا هنا. وين سمعتي هادي عندها سفيان؟ هادي دي واحد صاحبتك كنت شكيت فيها انا واش ليسبيانا. كيفاش؟ ها هي هضري معاها هضرتك الاولى. سلام سلام كوم عليك. الحمد لله
صافي شوفي بقى، شوفي دابا باش بلا نكبر واحد، دابا حنا حد الان هادشي كتعرف في واحد السيد سميتو حميد من الرباط. اه حميد راه كتعرف فيه. اه دي زعما مباشره، ولكن كنسمعوا الصوت ديالك والصوت ديالك مبدل. كتعرف في حميد؟ بينك وبينو شي حاجه ولا لا؟ لا لا شوف انا كنهضر معاك، راه واعر عليك كتهضر معاك. وي كتعرف في حميد؟ ما كتعرفيش شي حامل في الرباط؟ لا ما كنعرفش شي حامل في الرباط. ما خدامش معاك شي واحد سميتو حامل. الحبيبه ديالي راكي غلطانه، ما خدامهش انا بطاقية. داكو. انا جبت حامل. قلتي لنا راه خدامه معاك راه باه. ما يكونش خدام معايا شي حد من غير امي وخويا ولا امي. الو راه باه. ايوا شبك انا واصافي شكون هو؟ روعة. السلام عليك اختي. شوفي هنا حميد كاين، صافي الله يكمل عليكم بالخير. لا ما نزيدو نطولو الفيلم، تهلاو في بعضياتكم. اه صافي كاين. شوف هو دابا هو انت دابا مع تلفتي وديتي كتكذب، قلتي خدامه معايا شويه هادي شويه، فهمتي دابا انت اللي انت قول من الاول. صافي هنا الله يخليكم بعضياتكم. قولي شنو بغيتي تقول؟ شوف حميد ما تهضرش معايا دابا، كنهضر مع السيد. لا ما تهضرش معاك صافي. سيد ولد الناس ملي تلقاي شي واحد ولد الناس تعامل معاه ولد الناس، هذا هو الغلط. كتلقاو دابا شي واحد شاروطي كيخلي فيكم شي بصمه، وكتعاملوا ديك المعامله ديال داك اللي ما مزيانش مع واحد مزيان. هذا شوفي هذا حرش ميليميني، فهمتي؟ ماشي كيليميني، هذا حرش ميليميني شوي هكا وهكا، فهمتي؟ الله يخليكم بعضياتكم السي حميد. هنا تهلاي في حميد، حميد تهلاي في هنا. كملوا في البريفي، هضر انت وياه في البريفي دابا صافي. يلا الله ودي بلا جميل. هنا ملي تلقاي شي حارك لك هنا ملي تلاقاو مع شي واحد ولد الناس، دابا هذا هو الغلط اللي كيوقع. دابا كتكون شي وحده كتعرف شي واحد كيدير معاه واحد المعامله خايبه، كطيح في ولد الناس ما كتعرفش تتعامل معاه، وكتسقي خاسره. دونك تعامل معاه معامله مزيانه. لا باقي كيسمع؟ لا قطعت عليه، انا ما خليتوش يسمع هذه الهضره. هذه دابا كنديرو شكل بزاف، وانا وياه ما تنتفاهموش، ولكن ما بغيت نتاكد. فهمتي؟ ممكن نعطيك. لا غير شوفي، الا كيتعامل معاك مزيان تعاملي معاه مزيان، حيت راه تقدر تلقاي واحد النوع اللي ما تعوضوش ليك الوقت، فهمتيني؟